العلامة المغربية ميد إن موروكو اليوم لا يختلف اثنان بأن أجدادنا كانوا علامة متميزة جدا في تاريخ المغرب في مقاومتهم للمستعمر الفرنسي والإسباني. كانوا علامة متميزة بالفعل ويجب الافتخار بها ويجب استحضارها في الحاضر ودائما وأبدا. العلامة المغربية اليوم وثيقة المطالبة بالاستقلال، علامة مغربية لتتبين لك، وثيقة المطالبة بالاستقلال تتبين لك بأن المقاومة المغربية للمستعمر ساعتها لم تكن تخبط خبط عشواء، ما كانش اعتباطية، ما كانش عشواء، كانت مدروسة وكانت عندها خارطة الطريق، وكان تناسق ما بين النضال السياسي والفئة السياسية منهم وعلى رأسهم علال الفاسي. فتنتكلموا على النضال السياسي وبتنسيق مع النضال العسكري المسلح لخضوع المقاومين، فكان واحد التناسق. هادو تخدموا سياسيا، تخدموا بالحسابات السياسية الدبلوماسية مع دول أخرى وفي دول أخرى تسافروا إلى آخره من أجل أنه يعني يخلوا العالم يتضامن مع المغرب من أجل استقلاله. وهادو يقضون مرجع المستعمر بالمقاومة العسكرية. فوثيقة المطالبة بالاستقلال علامة مغربية. غادي يكون معنا للتعليق عبد السلام النويقة أستاذ التعليم العالي تخصص تاريخ المغرب. البداية ومستهل الحديث مع تقرير جميل ورائع لعبد الحميد بن يحيى حول هذه المرحلة التاريخية المهمة. وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين، مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بداية القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي. هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة. كثف المغرب مسيرة الكفاح الوطني بقيادة الملك الراحل محمد الخامس الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر أنفا التاريخي في شهر يناير من عام 43-900 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية. وانسجاما مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية، بحيث انتقلت من المطالبة الإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. وفي هذا السياق تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. فشرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق مع الملك محمد الخامس وتوافق على مضمونها. وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية، ولم تكن هذه الوثيقة الأولى، إذ قامت كتلة العمل الوطني في فاتح دجنبر من عام 34-900 بتقديم مطالب الشعب المغربي التي تطورت فيما بعد لتتماشى مع المشهد العام المتغير، الشيء الذي تسبب في اعتقال ونفي أعضاء الحركة الوطنية نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي. هذه الحركة أسهمت في تأسيس أحزاب جديدة مثل حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال،
وغيرها من الأحزاب السياسية المغربية. كان مؤتمر أنفا المنعقد في يناير عام 43 900 و1000 فرصة للقاء بين الملك محمد الخامس والرئيس الأمريكي آنذاك روزفلت، ليتم تقديم وثيقة استقلال الشعب المغربي بعد مرور سنة في يناير من عام 44 900 و1000، الأمر الذي قابلته سلطات الحماية الفرنسية بشن حملة واسعة من الاعتقالات بعد مرور أيام قليلة فقط على تقديم الوثيقة. مرت الحركة الوطنية المغربية بالعديد من المراحل من أجل استقلال المغرب بعد إمضاء وثيقة الاستقلال، ففي سنة 53 900 و1000، أي بعد 9 سنوات من إمضاء وثيقة الاستقلال، قام الاحتلال الفرنسي بنفي الملك محمد الخامس وأسرته إلى مدغشقر. أدى نفي الملك إلى إشعال نار الغضب في نفوس الشعب المغربي، إذ بدأوا بمقاطعة المنتجات الأجنبية، وتطور عمل الحركة إلى استخدام السلاح ومحاولة اغتيال محمد بن عرفة الذي عينته فرنسا حاكما للمغرب في فترة نفي الملك المغربي. حصل المغرب على تأييد الجامعة العربية، ما أجبر فرنسا على التفاوض مع السلطان بمدينة إكس ليبان الفرنسية، انتهت بعودة الملك محمد الخامس واستقلال البلاد بشكل رسمي من الاحتلال الفرنسي في 3 مارس من عام 56 900 و1000، فيما استقل المغرب من الاحتلال الإسباني في شهر أبريل من نفس السنة. مع ذلك يختلف التاريخ مع اليوم الذي يحتفل به المغاربة باستقلال المملكة، إذ يعتبر 18 نوفمبر من كل عام عيد استقلال المغرب بشكل رسمي، لأنه يوم عودة الملك محمد الخامس من المنفى بعد 3 سنوات. جميل، هذا هو تاريخنا الذي نفتخر به، هو هذا. إذن توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال حركت المياه الراكدة وأغضبت المستعمر الفرنسي وشن حملة اعتقالات عشوائية تخبط عشوى في المقاومة المغربية، وزعزعت أركان البيت الفرنسي هناك في باريس. تقديم وتوقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال خلات فرنسا تفهم مزيان بأنها أمام شعب راه لن يتنازل أبدا ولن يخضع أبدا ولن يركع أبدا، وهذا ما كان. حيث بعد الوثيقة جاء الاستقلال، عودة الملك وجاء الاستقلال. معنا للتعليق والتوضيح وربط الجسور بين الأمس واليوم عبد السلام النويقة، أستاذ التعليم العالي تخصص تاريخ المغرب المعاصر. السلام عليكم أستاذ عبد السلام النويقة. أهلا وسهلا الأستاذ الكريم، مساء سعيد، شكرا على الدعوة الكريمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية. شكرا. خليني في البداية أنني نشكر القناة ديال شدى الألحان شدتي أولا على التقديم العميق لهذا الحدث الوطني، واللي بصراحة يعني تقديم مؤثر. ثانيا الشكر على كذلك على الحس التاريخي ديال التقرير، الحس التاريخي العميق والمسؤول، وعلى المعرفة التاريخية بهذا الحدث الوطني. فإذا شكرا لكم على استحضار هذا الحدث على مساحة قناة يعني شدى الحال. العفو. شدى تي في، شدى تي في دكتور، شدى تي في دكتور. دكتور عبد السلام نويقة، إلا بغينا نتكلموا على هذه الحقبة المهمة في تاريخ المغرب، اللي هي لأن الكثير من ماشي الكثير ولكن على أي سمعنا يعني بعض الآراء اللي تقول بأنه ليس هو حدث مهم ولكن ليس بتلك الأهمية القصوى، لأن هي فقط واحد المرحلة اللي كان فيها التوقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال، ولم يكن ذلك الاستقلال الفعلي. وهو الدليل أنه بعد الوثيقة يعني مرت تقريبا ما يقارب تقريبا 10 سنوات عاد بشجاء الاستقلال، في حين نحن نقول لكل الأجيال ولكل من يحاول أن يستصغر هذه الوثيقة أنه غالط جملة وتفصيلا، لأن توقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال زعزعت أركان المستعمر وبدلات الرؤية دياله
تجاه الشعب المغربي بأنه ليس بذلك الشعب الهين الذي سيخضع له؟ تماما الأستاذ الكريم. أولا يعني عطفا على ما جاء في كلمتكم اللي هي كلمة عميقة بالمناسبة، فكنعتقد أننا وحنا كمغرب وكمغاربة نحتفي ونحتفل بالحدث الوطني ديال 11 يناير، حنا كنستحضروا الذاكرة ديال البلد. صح. والذاكرة ديال البلد ماشي ليس في يعني في مداها البعيد جدا، ولكن في بعدها الراهن تقريبا، لأن هذا الحدث هو قريب من المغاربة الآن. كاين الناس اللي ربما من خلال الرواية الشفوية كيمكن يعطيو معطيات مهمة جدا اللي يمكن يكونوا لا يزالون على قيد الحياة. فإذا الحدث فهو مازال بواحد الراهنية، وكذلك فمني كنستحضروا هذا الحدث وهذه الذاكرة معناه كنستحضروا شي حاجة اللي هي الجوهر ديال الحضارة المغربية، لأن الحضارة المغربية يعني الذاكرة ديالها ذاكرة غنية جدا، سواء الجانب المادي ديالها أو الجانب الرمزي. نعم. علما أن الحدث ديال 11 يناير هو يعني الجانب الرمزي فيه كبير جدا، يعني كيحيلنا على النبوغ المغربي وعلى الإرادة المغربية وعلى يمكن نسميه ذاك التحدي المغربي اللي كان دائما موجود في التاريخ. وما ننساوش كذلك على أن مني كنستحضروا الذاكرة وهذا الحدث، فاحنا كنستحضروا جانب من جوانب الاسس ديال بلادنا. صح. وجانب من الجوانب ديال الشخصيه المغربيه، لان الشخصيه المغربيه شخصيه تاريخيه وشخصيه عندها مكانه بحكم الموقع ديالها عبر التاريخ. صح. وبالتالي فهاد الذاكره ملي كنتكلموا عليها اول حدث، حنا كنتكلموا على ذواتنا، على الذات المغربيه وعلى الافرازات ديال الانسان المغربي وعلى ما صنعه الانسان السابق، يعني السلف والاجداد، والشيء اللي كانوا عليه طبعا من بطولات ومن صحيات ومن تميز ومن نبوغ، وهذا هو اللي كيخص ينبغي التقاط الاشارات منه والعبره منه تجاه يعني تجاهنا جميعا وتجاه الاجيال الجديده والناشئين الارضين. نعم صحيح. فاذا ما كاينش شك نهائيا ان العريضه ديال الاستقلال اللي كنحتفيو بها فهاد اليوم المبارك بالذكرى ديال 79، ما كاين شك ان هذا الحدث هو حدث عظيم جدا في تاريخ المغرب، في تاريخ الذاكره المغربيه. لماذا؟ لان عظمه هذا الحدث اللي كنحتفيو به التجليات ديالو كثيره، وبالتالي هو ما كيشكلش فقط واحد المحطه وطنيه مشرقه، ولكن ما ننساوش على انه يعني واحد الحدث اللي فصل بين زمان وزمان، بين مطلب ومطلب، وبين وعي وطني ووعي وطني اخر، وبل يمكن ان نقول يعني بين نخبه مغربيه ويعني وايقاع وطني معين، وبين نخبه وايقاع وطني جديد القاطره ديالو كانت قاطره يعني بوعي جديد، وهذا هو اللي خلاو يكون هذا الصدى وهذا الاثار واللي مازال كنستحضروه مع الاجيال الجديده على امتداد 79 سنه. فاذا ما ننساوش كذلك على انه الاستعمار يعني ما كانش لم يكن يرمي المغاربه بالورود. فهذه مرحلة جريحة من تاريخ المغرب. صح. فهذه القراءة صح. اللي خصها تكون، لأنه صح. الاستعمار والقبضة ديالو الأمنية والتخويف ديالو ويعني والقمع ديالو وما ارتكبه من 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 يعني من اعتقالات ومن اختطافات ومن تخويف السجون ومن سجن وطنيين. فإذا المرحلة ديال الشيء ماشي ذاك المرحلة اللي يمكن نتكلموا عليها فقط يعني من خلال استحضار المعطيات التاريخية وبس. لا. فإذا هذه مرحلة اللي هي تميزت يمكن عندها واحد الصيله بالمساله ديال حقوق الانسان في البعد ديال الانساني ما عانى منها المغاربه، وهدفها باش تبزغ او باش نبلوروا واحد الحدث ونرفعوا السقف ديال المطالب الى مطلب ديال الاستقلال، فهذا امر ماشي سهل. صح. لانه يعني راه هذه جراه. صحيح. وهذه كذلك واحد الشجاعه ادبيه عند المغاربه، ذاك العفويه ديالهم ماشي سهله، ان هذا استعمار وهذه ترسانه عسكريه وهذه امور امنيه وهذا تطويق ماشي سهل، وباش تبلور هذه المساله وتنسيق دقيق بين 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 المواطنيين بين الشعب المغربي والمكونات السياسيه والقصر والعرش، فهذا ماشي عمل سهل. ولهذا ف يعني هذا الحدث هذا يستحق منا اننا نوقفوا عليه، ولهذا قلت على انهم مشكورين على مستوى شهاده سيزي انكم تستحضروا هذه المحطه هذه نويرا للاجيال الجديده وتسليطا لما ينبغي من الضوء، لانه هذا في نهايه المطاف تاريخنا جميعا. جميل. دكتور عبد السلام النويقه، وهذا هو هذا هو تاريخنا الذي نفتخر به، وهذا هو تاريخنا لعلامه مغربيه
تتعطي للعالم وللأجيال الحالية والمستقبلية بأنه راه تاريخنا علامة متميزة جدا إلى قرننا بالعديد. مثلا احنا ما لن ننقص من أي مقاومة كانت جزائرية تونسية ليبية كما بغت تكون، لن ننقص من المقاومة، مقاومة مقاومة محترمة ضد المستعمر، محترمة لا نقاش. ولكن ملي تنجيو نشوفوا احنا تاريخ المقاومة المغربية وتاريخ المطالبة بالاستقلال وتاريخ المكونات المجتمع المغربي، يعني بداية من السلطان محمد الخامس إلى أدنى الدرجات في المجتمع المغربي، كيف كانت كلمة واحدة لإخراج المستعمر، المدة الزمنية كانت قليلة جدا بالمقارنة مع الجزائر أو تونس أو غيرها، كانت المدة الزمنية لأن احنا تنعرفوا بأنه كانت حماية، لم يكن هناك استعمار، يعني في 1912 كانت حماية فقط، فرنسا دخلت المغرب من أجل الحماية وبطلب من السلطان أظن عبد الحفيظ، لم تكن استعمارا كانت حماية، ولكن بعد مرور سنوات عاد باش تقلبات إلى استعمار، كبرت المطامع فكانت استعمار. إذن احنا إذا بغنا نهضروا بالحقيقة الاستعمار فالاستعمار لم يعمر تقريبا أزيد من 20 سنة تقريبا بالله، فهذا دليل على أن احنا كشعب علامة متميزة، علامة متميزة. هذه العلامة المتميزة أستاذ دكتور بغينا نربطوها بهذا التاريخ وما صنعه الأجداد والجيل ديال اليوم، وندير واحد الجسر دائم ديال التواصل ما بين تاريخنا وجدودنا وحنا وجيل المستقبل. كيف السبيل لذلك دكتور عبد السلام؟ أولا الأستاذ الكريم، وأنت تتحدث عن المقاومة المغربية وعن يعني الإيقاع الوطني المغربي بهذا الروح ديال التعبير، تبارك الله عليك، أولا انفتاحك على الحاسة التاريخية ما فيها بأس، يعني غادي تسمح لي أنه يعني هذا التاريخ الوطني هذه محطة أننا نتقدموا بواحد التنويه أو بواحد نتمنوا مجهود واحد العدد ديال المؤسسات المغربية واللي بدلت واحد المجهود كبير جدا وراكمت واحد العدد ديال الوثائق اللي عندها علاقة بالتاريخ الوطني المغربي. فإذا عبر هذا المنبر المحترم تحية تقدير واحترام للمندوبية السامية لقدماء المقاومة على جيش التحرير، إن صراحة عند مكتبة عند تراكمات ديال أطروحات ودراسات وأبحاث رفيعة المستوى واللي وفرت بهم المعلومة الوطنية وهذه الذاكرة المغربية الوطنية وحمتها، الآن رهنا إشارة الباحثين والدارسين والأجيال الناشئة وكل الفاعلين سواء في مجال الإعلام أو في مجال ديال الفنون أو السينما، رهنا إشارتهم خزانة لا يأتي بها زمان، خزانة نفيسة جدا. فإذا مشكورة المندوبية الثانية، هذا من جهة. من جهة ثانية، فأولا الملاحم ديال المغاربة فهي غير خافية، ولعل آخر ملحمة، ماشي آخر ملحمة ولكن يعني من المحطات كذلك المشرقة، هي المسيرة الخضراء. نعم صح. والدرس كذلك الوطني اللي تعطى لشعوب العالم شرقا وغربا. صح. فإذا الملاحم المغربية شيء أصبح طبيعي، من كنقراو تاريخ المغرب سواء في العصر الوسيط أو الفترة الحديثة أو المعاصر، كنلقاو دائما المحطات اللي هي مشرقة والإنسان المغربي يصنع الحدث كيف ما كانت الظروف، كما قلت، رغم ذاك الشروط اللي كتكون صعبة وحرجة، ولكن الإنسان المغربي كيكون في المعين. عريضة الاستقلال أو عريضة المطالبة الاستقلال، هذا واحد حدث وطني، واحد الوعي وطني اللي فرضنا ماشي فكرة مطلب الاستقلال فقط، ولكن فرضنا واحد الجيل كذلك من الشباب آنذاك، حل الجيل ديال الشباب اللي موجود الآن واللي كانوا بدك يعني بالمستوى العمري ديالهم والمعرفي والوطني استطروا أنهم يقودوا واحد المعركة ماشي سهلة. فمن كنستحضروا مثلا بوحنيني وعبد الرحيم بوعبيد ومهدي بن بركه وغيرهم الكثير من الاسماء اللي كانوا غير شباب، صح، فهادو استطعوا انهم يكونوا قاطره ديال انهم يزعزعوا الكيان ديال الاستعمار على بسبب الثقافه اللي كانت عندهم والتكوين والخبره، ويعني ما كانوا عليه من مهارات ديال التواصل، وبالتالي فهنا يعني استطعوا انهم يقلبوا الموازين ويجعلوا نظام الحمايه ككل في موضع السؤال أمام واحد المطلب اللي هو لم يكن واردا في السابق، اللي هو المطلب ديال الاستقلال. وكما جعل اللسان ديالك، أولا المغرب فهو ارتبط مع فرنسا بحماية، وحماية فهي حماية كل ما يتعلق بالمغاربة من مصالح ومن قضايا ومن كذا، ولكن بعد مرور يعني مدة من الزمان تحولت الأمور إلى استعمار مباشر. ورغم المطالب ديال المغاربة والوطنيين يعني بإصلاحات
اللي في يمكن يكون فيها واحد النوع ديال التوازن ديال 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 المصالح واعاده النظر في واحد العدد ديال الاشياء. فالغطرسه ديال الاستعمار كانت اكبر، وهذا هو اللي خلى ان الامور تمشي في اتجاه المطلب ديال الاستقلال، ولكن في اطار يعني استفاده من واحد العدد ديال الشروط واحد السياق معين اللي لعب بدور ايجابي او كان باثر ايجابي لفائده هذا الحدث واللي هي كثيره هذه الشروط. في هذا نذكروا مثلا غير باب يعني غير باب التفكير فقط، هو ان المغرب استطاع انه كيفاش يستمر الحدث ديال الحرب العالميه الثانيه. فالمغرب شارك وادى الثمن، وبالتالي فالاشارات ديالو بلغت الجهات المعنيه، وبالتالي فبدا ذات الفكره ديال انه هذا بلد اللي هو جزء من واحد الكيان معين ويميل الى كذا وكذا. اذا وبالتالي فهاد الحدث رفع من الشان ديال التوجه لهذا المطلب. المساله الثانيه هو انه يعني ذاك اللقاء ديال الفا الشهير ديال روزفلت مع السلطان المغربي الى غير ذلك، فكان عنده واحد الاثار، كانت فيه اشارات مهمه 43. وما ننساوش كذلك انه ذاك الميثاق الاطلسي واللي نادى بالحق ديال الشعوب تقرير المصير بين تشرشل وروزفلت، فداروا اشارات مهمه على اساس ان هاد الشعوب المستعمره من حقها تحصل على الاستقلال ديالها في عام 41 يعني 1941. ولكن اللي مهم وهو ذاك الجيل المغربي الجديد المثقف واللي طبع المطلع ديال الاربعينات ديال القرن الماضي، فهادو ناس كانت عندهم ثقافه كما ذكرت ولغه اجنبيه وتكوين وصحافه، وكانوا منفتحين على الرياضه وعلى انشطه كثيره، واللي كلها استمروها باش ينتقلوا بالبلاد ديالهم واحد الوضع شافوا انه ما غاديش في الاتجاه السليم لرفع السقف ديالو والمطالبه بالاستقلال. نعم. وهذا السياق هذا كله يعني الاعداد ديالو كان يعني بشكلين، اولا هز الاركان ديال نظام الحمايه، وكانت فاس هي المكان هي المنبع ديال هذه المبادره والبلوره ديالها والى غير ذلك، وهذا الشيء راه معروف. فاذا اول موقع ديال الوثيقه كان هو الحاج حمد المكوار في مدينه فاس، وهذه الدار مازال موجوده، هي ارث انساني وطني. وفاس كتبت هذه الوثيقه وواحد السريه كبيره، ومن فاس تنقلت الى السلطان المغربي. وبعد الانتهاء من هذا الاعداد ديال الوثيقه كما هو معروف جميعا، فحزب الاستقلال تسمى بهذا الاسم، وهكذا بدا التفكير في تسويق هذه الوثيقه رسميا صوب واحد العدد ديال الجهات، مثلا تقديمها مثلا للولايات المتحده الامريكيه، لانجلترا، للاتحاد السوفيتي، ولكن في البدايه كان التقديم ديالها للسلطان المغربي. البعض او الساد يمكن يتساءل علاش بالضبط 11 يناير؟ لماذا هذا اليوم بالضبط؟ وهذه مساله قليل اللي كيعرف هذه المعطيات هذه. لماذا 11 يناير؟ اولا الذكاء والدهاء وديال التنسيق اللي كان بين الوطنيين المغاربه والسلطان محمد بن يوسف رحمه الله هو اللي اعطى الدقه ديال الاختيار اليوم. ففي هذا اليوم ديال 11 يناير السلطان المغربي كان غادي يستقبل المستشار الفرنسي اللي كان مكلف بالتنسيق بين الاقامه العامه والسلطان. ولهذا طلب من الوطنيين الوفد المغربي باش يجي في هذا اليوم، وبالفعل جا ذاك الوفد، وفي القاعه ديال الانتظار دخلوا هما الاوائل، دخل هذا الوفد هو الاوائل وتكلموا مع السلطان في الموضوع. ومن دخل المستشار الفرنسي بلغوا السلطان المغربي على ان هذا الوفد اللي دخل واللي سبقوا فجاب يعني وثيقه وعريضه ديال المطالب بالاستقلال، وهكذا تم نقل هذه المعلومه عبر هذا المستشار الى المقيم العام، وهكذا حصل ما حصل من 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 من, من ارتباك في الاداره الفرنسيه، وبدا التفاعل رسميا وعلنيا مع المطلب ديال الاستقلال. كيبقى انه كيفاش الاجيال الجديده انها تلتقط الاشارات، وكيفاش انه هذا الشيء هذا يبقى حاضرنا في الاجيال. كيبقى انه يعني ما احوجنا الان كناشئه جديده الروح الوثيقه ديال المطالب الاستقلال، وما احوجنا كذلك يعني لما ينبغي من الاجماع اللي حصل في هذه الوثيقه تجاه هذا الورش، ما احوجنا لهذا الاجماع باش كذلك ننجحوا اوراش اخرى اللي هي كتمشي في الاتجاه ديال المطامح وما كان منشودا من وثيقه 11 يناير. فمثلا يعني قضايا التنميه الاجتماعيه، قضايا الوطن الاستراتيجيه الكبرى، قضايا تحديات كبرى. فاذا ما احوجنا لواحد النوع ديال التعاقد، واحد النوع من التلاحم اللي طبع الوثيقه ديال الاستقلال، وهذا التعاقد اللي افرزه الانسان المغربي عموما، وهذا الانسان لا يزال موجودا لحد الان، لا يزال مستمرا منتصبا قويا. صحيح. وهذا المواطن المغربي يمكن نراهنوا عليه الان كذلك كشباب، كناشئه، كخبرات، كطاقات، كسلف، نراهنوا على الجميع من اجل بناء واحد الانسان
وفق ما ينبغي من مؤهلات ومن ذاكرة ومن قيم ومن دروس ومن عبرة ومن فهم الماضي لبناء الحاضر. صح. من أجل التطلع للمستقبل باش نكونوا في الموعد ديال 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 التحديات اللي كتنتظرنا، باش نكونوا في الموعد ديال واحد العداد ديال المحطات اللي عندها علاقة بالقضايا الكبرى ديال البلاد. صحيح. فإذا هذه الملحمة هذه اللي كنحتفلوا بها مشكورين على إطارتها، فهي لا تزال حية في الذاكرة ديال المغاربة والمغرب، ولا تزال الرمزية ديالها ساطعة وقوية ومنتصبة وشامخة. يتم الاحتفاء بها سنويا، وهذا الاحتفاء تحتفي فيها بالحدث ولكن بالرسالة العميقة ديال الحدث. صح. وكنحتفي كذلك بالأبعاد والدلالات، ولهذا كنظن أنه من المفيد أننا نقربوا هالأجيال الجديدة. نعم. باش يتشبعوا بالقيم ديالها، وطبعا عبر ماذا؟ عبر طبعا يمكن الأسر، عبر الإعلام، عبر المدرسة، عبر الفنون. كل هذا من أجل بناء أو توحيد واحد الصف المغربي، توحيد واحد المواقف معينة تجاه الثوابت ديال البلاد وتجاه المكتسبات المغربية وتجاه ترسيخ السيادة الوطنية وتحسين البلاد واحد العداد ديال الأشياء. فإذا جميعا كنعرفوا أنه انتهى الاستعمار، احنا ما بقيناش الآن مستعمرين الحمد لله. نعم. واستقل المغرب، ولكن اللي بقى في الذاكرة عالق فهو هذا الحدث الوطني، هذا الحدث المشرق، حدث 11 يناير 44، واللي صنعوه مغاربة أحرار مناضلين وطنيين شرفاء هما اللي بنوا هذه الملحمة رغم الظروف اللي كانت صعبة. ولهذا فهو يرجع على من الفضل في هذا الحدث المشرق وفي تحقيق الاستقلال ديال المغرب، واللي هو كيعكس لنا واحد النضال منقطع النظير، واحد التحدي، واحد الشجاعة. نعم. واحد الجرأة في إخراج المغرب من واحد الوضع اللي ماشي سهل. ولهذا ف يعني رغم انه كما سبق لي ذكرت في البدايه انه الامر ماشي سهل، لانه كانت ضيق وكانت رهابه. صحيح. والوطنيين ديالنا اداو الثمن، الناس مشات للسجون. صحيح. الناس مشات للاعتقالات، الناس مشات خارج المغرب. ولهذا فوثيقه الاستقلال هي واحد 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 الملحمه تاج على رؤوسنا جميعا كمغاربه، ينبغي ان نفتخر بها وينبغي ان نسوق مضمون الوثيقه باش تبقى دائما حاضره عبر واحد العدد ديال المساحات كما تقلد كورت من إعلام ومن فنون ومن فرح ومن سينما ومن إعلام ومن أسر ومن مدرسة ومن كتب مدرسة وغيرهم. فهذا هو الآن. فإذا شكرا لإذاعة شادة تي في على الالتفاتة وعلى الاستضافة وعلى هذه الإشارات المهمة جدا، لأنه على الإعلام يعول. نعم. وهذا صيانة الذاكرة، وهذا شكرا. واجبنا دكتور عبد السلام النويقة. وأنا التقط من كلامك واحد الجملة مهمة جدا لنمررها للأجيال. وثيقة المطالبة بالاستقلال كانت هي بمثابة تعاقد داروه المغاربة، داروا السلطان والمغاربة، والمغاربة والسلطان. هذا التعاقد من أجل استقلال المغرب، هذا التعاقد من أجل الانعتاق، داروه كاملين وكان له الأثر البليغ. فالرسالة اللي ناخده من هذه الذكرى اللي كانت في 1944 ناخده دابا، ما أحوجنا إلى تعاقد جديد من أجل نماء هذا المغرب. شكرا لك دكتور عبد السلام النويقة، شكرا جزيلا. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لكم سيا سعيدة، تحياتي. أستاذ عبد السلام النويقة، أستاذ التعليم العالي تخصص تاريخ المغرب المعاصر. وهذه هي الرسالة. صحيح، وثيقة المطالبة بالاستقلال كانت في 1944 11 يناير، تعاقد مجتمعي من أجل انعتاق المغرب. اليوم يكون عندنا تعاقد على خلفية أجدادنا ب 11 يناير 1944، يكون عندنا تعاقد دائم وأبدي من أجل بناء المغرب.